السلام عليكم شباب، مع بعض النهارده ان شاء الله في ازاي نعالج الغضروف في 4 جلسات. سبق ونزلت بوست على الموضوع ده قبل كده وقلت ازاي نعالج الغضروف في 4 جلسات، اتكلمنا ان هو بيحصل في 4 خطوات بالظبط، والناس طلبتنا فيديو عمل ان شاء الله هنوضحه مع بعض النهارده ان شاء الله مع الدكتور توفيق بزار والدكتور محمد ماهر. هنوضح لكم ازاي تعمل اسسمنت لمريض الديسك وازاي تعمل له تريتمنت في 4 جلسات ان شاء الله. اول حاجه لازم نعرفها عن الديسك، ان الغضروف بيحصل بسبب abnormal loading على الديسك، مش بسبب ان المريض شال وزن تقيل ومش بسبب ان المريض شال بطريقه غلط، يعني دول مش الاسباب الرئيسيه عندي، لكنهم عوامل مساعده aggravating factors مش الاساس بتاعي. الاساس بتاعي حصل abnormal loading على الديسك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي مريض كمال اجسام وشال وزن بيشيل وزن يوصل ل 160 كيلو 200 كيلو ولاعيب الجيم بيوصلوا اوزان محترمه برضه، رغم ذلك ما بيجيلهمش ديسك. انا كدكتور توفيق دلوقتي لفيت شلت الوزن ده من هنا ولفيت لفه غلط خالص وكمبريشن عالي ولفيت حطيتها اليمه الثانيه ورغم ذلك ما جاتش الديسك. يبقى الموضوع مش بسبب انه طبعا حد ممكن يقول ان انا لو شلت وزن اتقل من كده هيجيلي الديسك، لا برضه انا ممكن اشيل وزن اتقل من كده كتير برضه مش هيجيلي الديسك. الموضوع عباره عن حصل ابنورمال لودنج على الديسك بسبب ديفورمتيز موجوده في العمود الفقري. طب ايه اشهر ديفورمتيز موجوده في العمود الفقري؟ ناس كتير يعني بتهملها بدرجه كبيره، هي روتيشنال ديفورمتيز المعروفه باسم روتيشنال سكليوسيس. ايه السبب في ان دي اشهر حاجه موجوده؟ ان اغلبنا بيتحرك في ساجيتال فرونتال بلان بينما الترانسفيرس بلان بتاع الروتيشن نادرا ما حد بيتعرض له. تمام؟ فبالتالي يكون الروتيتور ماسلز في مستوى جسمك على مستوى مفاصل جسمك كلها بتكون ضعيفه لحد كبير، وده بيسبب شورتنينج ولينسنج والقصه دي بسبب الروتيشنال ديفورمتي. فاول حاجه بشوفها مع مريض الديسك ما بيجي لي، اول حاجه بفحصها فيه طبعا مع الفاميلي هيستوري والبيرسونال هيستوري والفاميليار مع البيشنت وعرفت الهيلث سكور بتاعه، سبق واتكلمنا عنه في فيديو كامل، واخدت الاشعه بتاعته وعرفت الى حد كبير الدنيا اخبارها معايا، ببدا انا اعمل التقييم بتاعي. اول حاجه تهمني في المريض اللي عنده ديسك، اول حاجه هو الليفل بتاع الديسك، تاني حاجه الديفورمتيز اللي موجوده عند المريض ده، ما يهمنيش عنده اكتر من كده. يهمني اول حاجه ان اخدت الليفل بتاع الديسك لان ده هيهمني جدا وانا برد الغضروف، وان شاء الله هنعرف سوا ازاي بنرد الغضروف ووضع الميكانكس بتاعتي وبتاع المريض بيتردد ازاي. ويهمني كمان اني اعرف الديفورمتيز بتاع المريض لان دي هتبقى اول خطوه هنحل بيها المشكله مع المريض ان شاء الله. اول خطوه معايا اني بعمل دي روتيشن للسباين، وهنعرف سوا المفاصل اللي بعمل عليها دي روتيشن، بعمل دي روتيشن بعد وضع العمود الفقري اخليه زيرو روتيشن وسواء في السجن او الفرنتال بلان هنظبطه تاني. طيب يبقى كده بعمل دي روتيشن، تاني حاجه اني بكوريكت الديفورمتي اللي موجوده في السجن بلان. نادرا ما هلاقي الديفورمتي في الفرنتال بلان بس لو لقيتها برضه اعمل لها كوريكشن. يبقى وقفنا مع بعض في عند اني بعالج الغضروف في 4 خطوات. اول خطوه منهم اني بعمل دي روتيشن للعمود الفقري، برجع العمود الفقري لزيرو روتيشن في ترانسفيرس بلان. تاني خطوه اني برجعه برضه للنورمال بتاعه في الفرونتال والسيرجيتال بلان، بس خلينا الدي روتيشن دي لوحدها لان هي اهم خطوه عندي في علاج الديسك هي الدي روتيشن، وده اكتر سبب بيسبب مشكله الديسك. علاج بس الدي روتيشن هيخفف الالم بتاع المريض في حدود 50%. ثم هكوريكت الديفورمتي عندي في السجدال والفرونتال بلان، سواء عندي سكليوسيس في الفرونتال بلان او عندي كيفوزيس في السجدال بلان او لوردوزس طبعا وستريت باك. طيب كده اول خطوتين دي روتيشن بكوريكت الديفورمتي في التو بلانز التانيين. ثالث خطوه عندي اني بعمل ريلوكيشن للديسك، برد الغضروف. انا بقول برد الغضروف وبيترد بالاشعه وجربها وخلي المريض يعمل لك الاشعه ويديها لك موجوده. طيب رابع خطوه عندي اني بعمل كور سترينسنج اكسرسايز، وده الهدف منها بس اللي يكون فقط اني امنع الريكرنس بتاع الديسك، اني امنع ان يحصل تاني ويكنس في المسلز وان يحصل ديفورمتيز تاني بقلل فرصه ان يحصل ريكرنس. طبعا ده من ربع الصحه لسبب اتكلمنا عنه في الفيديوهات قبل كده. فاول حاجه هنعملها معانا مع بعض نعمل اسسمنت للروتيشن عشان نعمل لها دي روتيشن واسسمنت للديفورمتيز. معانا الدكتور محمد ماهر، هنبدا نعمل اسسمنت للروتيشنال ديفورمتيز. اول حاجه بعملها فيه بحتاج نفصل الشولدر جوينت، هنقول اول بس كده المفاصل اللي بيحصل فيها روتيشنال ديفورمتي. اول حاجه عندي هو الشولدر جوينت، ثاني حاجه في التبعيه والاقربيه اللي هي C1 وC2، ثالث حاجه عندي هي اللور 6 فيرتبري بتوع الثوراسيك من T7 ل T12 بالريبس بتاعهم بالديافرام، وهلاحظ كويس قوي المريض بيتنفس الدايفرامات بريزنج وعنده كنترول على الدايفرام بتاعه ولا لا؟ ده
ده الكلام ده لوحده قصه كبيره قوي في الديفورميتيز اللي بيسببها العمود الفقري. ورابع واخر خطوه عندي نعمل اسسمنت ليه الهيب جوينت الانترنال والاكسترنال بوشن بتوعه. فعلى اسسمنت للشوطه المريض بينام شويه بعد كده بمسك دراع المريض بجيبه في الابدكشن بتاعي بشوف الاكسترنال روتيشن. شايف دراع المريض النورمال بتاعه انه بيوصل للليفل بتاع السرير او بينزل عنه سنه. ده عشان نكون عملي كده بدل ما اقول لك ديجريز ونخبط فيها هو بيوصل هنا وبيبقى عنه سنه. في مريض تاني هتلاقي دراعه بيتقلب وينزل تحت خالص يشرب من الميه تحت انه يشرب من البحر كده. ده طبعا هايبر موبيلتي لازم تتعالج. بعد كده ببص على الانترنال روتيشن النورمال بتاعها بيكون في الحدود ده 45 درجه من الدرجه دي كده. طيب الابنورمال بتاعي بلاقي المريض نزل قوي دراعه نزل ماشي معايا ونزل ممكن يوصل للسرير او يعدي السرير كمان. بعالج الروتيشنال ديفورميتي ازاي؟ ان بعمل كونسنتريك اكسرسايز عكس الاتجاه، بمعنى ان انا لقيت فيه اكسترنال روتيشن هايبر موبيلتي فبعمل ايه؟ ببدا اعمل النيورون هنا كده بخليه يعمل انترنال روتيشن كونسنتريك اكسرسايز. وسبق وشرحنا ازاي الفرق بين الكونسنتريك والفرق بين كل انواع الاكسرسايز، ازاي بوظف الكونتراكشن انه يكون اكسرسايز. كونسنتريك اكسرسايز ليه بعمله؟ عشان اعمل شورتنج في المسلز بالتالي يمنعني الهايبر موبيلتي بتاعتي. اول حاجه عندي بشوفها هي الانترنال اكسترنال روتيشن بتوع الشولدر. تاني حاجه بشوفها على المريض هي من هو اول خلي المريض يقعد. اتفضل دكتور. خلي المريض يقعد بعد كده بقول له يوطي راسه بكل نيك فليكشن. بعد كده بشوف سي 1 سي 2 الروتيشن بتاعها الرينج موشن بتاعها قد ايه؟ 45 درجه من فول فليكشن. فبخليه يعمل كده اه دكتور محمد اخد 45 درجه ما يزيدش عن كده، مهما حاولت اجيبها حاولت اجيبها اكتر من كده مش هيزيد عن كده. ممكن الاقي المريض بقى بيلف معايا بالشكل ده كده. جاب اكتر من 45 درجه بس طبعا في الفول فليكشن، هو كده احنا رجعنا الفليكشن شويه، هو المفروض كده يجيب من 80 ل 90 درجه، دكتور محمد جاب كده 80 درجه. طيب هتلاقي المريض جاب من 80 ل 90 درجه وهو في الفول نيك فليكشن، كده عنده هايبر موبيلتي. هعمل ايه؟ هعمل كونسنتريك اكسرسايز للناحيه الثانيه. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعمل ايفالويشن للدايفراجماتيك بريزنج، بخلي المريض ينام تاني. يجي على بطنه ويقول له خد نفس عميق، خد نفس عميق يا دكتور. الانسان الطبيعي بيحصل بالمنظر ده كده، ايديا بتنزل وبتطلع مع النفس بتاعه. نفس عميق تاني، ايديا كده طلعت وبتنزل. الابنورمال ان هلاقي الشيست اللي بياخد بريزنج، خد شيست من بريزنج كده اهو. بالمنظر ده كده، تنزل وتطلع بسرعه عشان تبان اوضح. بالمنظر ده ايدي بتطلع وتنزل، بلاقيه بياخده بالمنظر ده، انت بالنظر بس بتلاقيه. طب في ناس بتلاقيها وضع الصباين بيتنفذ دايفراجماتيك بريزنج، لازم يجيبها من وضع السيتنج ووضع الستاندنج، تعمل له اسسمنت من وضعه. طب عشان اتاكد او اعمل دايفراجماتيك ري ادوكيشن هنعرفها مع بعض تاني دلوقتي كمان شويه. طيب انا اول حاجه عملتها دلوقتي اني اسسمنت للشولدر واسسمنت سي 1 سي 2 واسسمنت للدايفراجماتيك. ببدا اشوف الريبس من قدام الاندو وستيرور موشن بتاعتها اخبارها ايه. فباجي عند اللور ريبس واعمل لهم الموبيلايزيشن بتاعتهم اللي باخد ايديا بالمنظر ده كده وباخدها لاترال، باخدها لاترال وستيريو بالمنظر ده. باجي هنا بضغط بالراحه خالص اوصل من جريد واحد لجريد اثنين لجريد ثلاثه وادي كده جريد اربعه. وانا عينيا لازم تبقى اي كونتاكت مع المريض وابدا اساله هل في اي بيه في بينا دكتور؟ خفيف موجود مع دكتور خفيف، ده معناه ان في بدايات روتيشن هنلاقيها على العمود الفقري دلوقتي في الثوراسيك. طب ببدا ارجع اللمه الثانيه واعمل نفس الحركه برضه. باجي ايديا هنا لاترال وستيريو وانزل بالمنظر ده في ليه؟ هتقعد بزياده كده جريد اربعه في مشكله؟ خفيف حلو قوي. ببدا اعمل اسسمنت لوضع البرون المريض بينام مراعاته ورا يا ريت يقلع النضاره وراسه بتكون لجنب عشان يكون في كومبليت ريلاكسيشن. راسه الجنب طبعا لو ميل بتشيل المخده من تحت راسه، لو في ميل بنحط لها عشان البريست بيبقى واخد بوزيشن معاها. طيب باجي هنا عند اللور ماشي 6 فيرتبري عندي الفيلو اند بتاع الاسباين عندي تي 7. فباجي هنا ادي تي 7 عندي ببدا اعمل اسسمنت من عندها، باجي عندها واجرب اعمل الموبيلايزيشن. بسال المريض ها في بين طبعا باين على الفاشل اكسبريشن في بين، اذا فهنا في روتيشنال ديفورمتي. باجي هنا برضه هو خلاص كده انا كده اتاكدت ان في هنا روتيشنال ديفورمتي. مجرد البين بس اللي ظهر على الوش الاكسبريشن بتاع المريض ده خلاص كده في روتيشنال ديفورمتي. ببدا اعمل اسسمنت برضه اشوف الريبس اتظبط معايا ولا لا بنفس الفكره لاترال بس انتيرور النمط. في مشكله؟ مش قوي حلو. اليمه الثانيه في مشكله؟
مفيش مشكلة. إذا فالأمر يعني اكسكلوجن شوية للريبس معاه، لكن مع أغلب الناس برضه بلاقي في مشكلة في الريبس، ممكن تبقى بسيطة ممكن تبقى تقيلة على حسب الروتيشن بتاعي تقيل ولا لا. طب أنا كده عملت ليه؟ نبدأ تاني من الأول، شولدر ثم سي واحد وسي اثنين ثم الدايفراجماتيك كنترول بتاعي ثم سيت الريبس عندي ثم تي 7 لتي 12. آخر حاجة عندي بتكون الهيب جوينت. بعد كده بشوف الروتيشن بتاع الهيب جوينت عندي اللي هو شويه، ببدا اشوف الانترنال روتيشن بتكون بالمنظر ده كده والاكسترنال روتيشن عندي بالمنظر ده. طيب انا عندي بالنظر، انا مش هقول لك جريد، بالنظر كده الانترنال روتيشن كده النورمال بتاعها، وبالنظر الاكسترنال روتيشن كده فيها مشكله. الاكسترنال روتيشن دي المريض المفروض يقدر يطلع رجله لحد يعني لحد التيبيا تيبروس هنا، المريض الاكسترنال روتيشن بتطلع لحد التيبيا تيبروس. طب الدكتور هنا لا هنا ما بتطلعش، يبقى عندي هنا ليميتيشن في الاكسترنال روتيشن، وده هتاثر معايا بشكل كبير على الروتيشنال سكيوليوسيس بتاع السباين عندي. يبقى انا كده عملت اسسمنت للروتيشن بتاعي. طب بعد كده بعمل اسسمنت للفرونتال بلان والسيرجيكال بلان، اخلي المريض ينزل على الارض اذاك يا دكتور. واقف هنا كده. ببدا ابص على العمود الفقري بالبارتيشن بتاعي كده، ابدا اشوف بايدي كده ايديا فلات خالص، ببدا اشوف هل في ناحيه اعلى من ناحيه ولا لا. ماشي، لا هو عنده جزء هنا في الليفت سايد هنا اعلى من الرايت سايد. طب ليفت سايد اعلى من الرايت سايد.